نحن شعب واحد، نفرح لفرح إخوتنا في مصر ونحزن لحزنهم. كانت فرحتنا كبيرة بأن النادي الأهلي المصري هذه الميدالية البرونزية في بطولة أندية العالم، وقررنا في مجلس إدارة نادي المريخ أن نكرم النادي الأهلي بدرع، فرحة منا بهذا النصر الذي حققه للعرب وللأفارقة. وقدمنا هذا الدرع اليوم بعد الاجتماع الفني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقدم سويا في المنافسات القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباراة نظيفة تنيم عن حب الشعبين الكريمين لبعضهم البعض. إن شاء الله سبحانه وتعالى نترافق سويا إلى الدورة القادمة إن شاء الله. بنهني جمهور الأهلي عامة ومجلس إدارة نادي الأهلي بالانتصار الذي حققه والحصول على المركز الثالث البرونزية على بطولة العالم للأندية. نادي الأهلي بيننا وبينه في علاقة طيبة جدا ما بين مجلس الإدارة الأهلي ومجلس إدارة المريخ، وبحكم أنه نحن يعني الشعب المصري والسوداني شعبي واحد، نشرب من نيل واحد، وهي الحاجة يعني لازم التهنئة تكون مسبقة مننا يعني قبل أي حد. نحن المقصد منها أنه لازم نهنئ أخواننا في نادي الأهلي قبل أي حد، وصادفت اللي هي مع المباراة في البطولة الأفريقية. يعني الظروف هي جمعت انه نحن التهنئه تكون في الوقت المناسب بعد الرجوع مباشره من الدوحه، فاستغلنا الفرصه في انه طوال نقدم التهنئه لاخواننا في النادي الاهلي. طيب يعني طبعا هي دي الروح الرياضيه، وهي دي العلاقات المميزه دايما ما بين شعبي مصر والسودان وما بين انديه مصر والسودان، ودايما العلاقات دايما كده رب تكون مميزه، دايما المنافسه بتبقى في الملعب وخلال ال 90 دقيقه بس. فان شاء الله طبعا احنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه صعبه ان شاء الله الاهلي يكون يعني في يومه فيها ويقدر ان هو يفوز فوز في بدايه المنافسه بدور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا سعيا نحو تحقيق اللقب العاشر بإذن الله تعالى.